الأنشطة الاقتصادية ثلاثة: أهمية الثروات المعدنية. تستخدم المعادن بدرجة أساسية كمدخلات إنتاج صناعية للعديد من المصنوعات، من أهمها الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات والطائرات والآلات. في البناء وخصوصا الحديد وصناعة أعمدة الإنارة وأبراج الاتصالات، صناعة المركبات الفضائية والصواريخ، في الطب حيث صناعة الأعضاء الاصطناعية والأدوات الطبية، كذلك صناعة المجوهرات. أهمية التعدين: تمثل المعادن ضرورة للحياة الحديثة، وتكمن أهمية التعدين في أولاً يعتبر هو الوسيلة الرئيسية لاستخراج المعادن، ثانياً الطلب المتزايد على الموارد المعدنية وخاصة من الدول الصناعية، وهذا ما أدى إلى ازدهار هذا النشاط. أقسام التعدين: تقسم عملية استخراج المعادن إلى قسمين، هما تعدين سطحي، تعدين باطني، ولكل منهما خصائص معينة. التعدين السطحي أقل تكلفة، أكثر مرونة، إذ يمكن بسهولة زيادة الإنتاج أو تقليله حسب العرض والطلب على المعدن. أكثر تأثراً بالأحوال الجوية، حيث قد يتعذر العمل إذا انخفضت درجة الحرارة أو تساقطت الثلوج. تعدين باطني أكثر تكلفة، أقل مرونة، ذلك أن التوقف عن الإنتاج يتطلب صيانة مستمرة للمنجم، أقل تأثراً بالأحوال الجوية. أنواع المعادن: أولاً الفلزية، هي معادن قابلة للطرق والسحب ومعظمها موصل جيد للحرارة والكهرباء. من أهمها معادن ثقيلة كالحديد والنحاس، معادن السبائك كالقسطير والرصاص والزنك والكروم والنيكل، المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين، معادن نادرة الوجود كاليورانيوم والراديوم والزئبق. ثانيا اللافلزية، هي معادن غير قابلة للطرق والسحب ومعظمها غير موصل للحرارة والكهرباء. من أهمها معادن الطاقة كالفحم والنفط والغاز، معادن المخصبات كالفوسفات، معادن الزينة كالأحجار الكريمة، ومعادن الخزفيات. مراحل استخراج المعدن: أولاً المسح والاستكشاف، وهي أولى العمليات، تستخدم فيه أدوات الاستشعار عن بعد كالصور الجوية والتصوير بالأقمار الصناعية. ثانياً مرحلة الحفر والتنقيب، يتم من خلالها الحصول على عينات لدراستها وتحليلها، والتي يتم بناء عليها تقدير كميات المعدن ومدى الجدوى من استخراجه. ثالثا مرحلة الاستخراج، في هذه المرحلة تحتاج إلى تقنيات مختلفة، حيث تختلف المعادن في طرق استخراجها، وما يحدد ذلك هو نوع المعدن والموقع الجغرافي وخصائصه. مقومات التعدين: يتوقف استغلال المعادن بشكل مربح على مجموعة من المقومات، يمكن إجمالها فيما يلي: سمك طبقات المعدن، فكلما كانت طبقات المعدن سميكة كان تعدينه اقتصاديا، ويشجع على الحفر لأعماق بعيدة مهما تكلفت عمليات الحفر. أما إذا كانت الطبقات قليلة السمك فإن استغلالها يكلف كثيرا. قرب الخامات من السطح، الأمر الذي يسهل عملية التعدين. نسبة المعادن في الخام: لكل معدن نسبة معينة، إذا قلت نسبة الفلز في الخام عنها تعذر استغلال المعدن من وجهة النظر التجارية. وجود شوائب في المادة: عند استخلاص المعادن تستبعد، وكلما زادت نسبة هذه الشوائب كانت عملية استخلاص المعدن أكثر تكلفة، وأحيانا يحول وجود الشوائب دون الاستغلال المعدني اقتصاديا. الموقع الجغرافي من العوامل الرئيسة في استغلال المعادن، إذ يتوقف عليه سهولة الكشف عن المعدن أولا، والوصول إلى منطقة التعدين ثانيا، وسهولة نقله.
التقدم التقني، ويؤدي دورا كبيرا في استغلال المعادن حاليا، فالدول المتقدمة قطعت شوطا كبيرا في استغلال مواردها المعدنية، بينما الدول النامية بدأت في استغلال مواردها منذ عهد قريب. توفر رأس المال، فوجود رأس المال يمكن إحضار التقنيات والخبرات والأيدي العاملة. الملخص: الثروات المعدنية، أهمية الثروات المعدنية، التعدين، أنواعه، أهميته، تعدين سطحي، تعدين باطني، أنواع المعادن، فلزية، لا فلزية، مراحل استخراج المعدن، المسح والاستكشاف، الحفر والتنقيب، الاستخراج، أخيراً مقومات التعدين.